فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه امرأة تقول ابن خالي يبلغ من العمر 12 سنة وهو ساكن مع جدتي. ابن خالي يبلغ من العمر 12 سنة وهو ساكن مع جدتي، عند زيارتنا لهذه الجدة تقول هل يجوز أن أكشف لهذا الابن؟ ابن خالته، ابن خالها يبلغ من العمر 12 سنة. لا، هذا مراهق أو بالغ، هذا مراهق أو بالغ، لا تكشف له. نعم.